خلونا بقى نروح للطرف الفني المتخصص علشان اللي بيتهمنا ان احنا مش فاهمين. طيب ادينا بنستعين باللي بيفهم، الدكتور زاهي حواث كبير الاثريين وسفير الاثار المصريه وصديقنا العزيز. يا دكتور اهلا اهلا استاذ تامر، ازيك؟ ازاي حضرتك يا ريس؟ دلوقتي يا استاذ تامر انا عايز اقول لك حكايه الحكايه دي. اتفضل. انا لما سمعت الكلام ده امبارح بالليل انا كنت تعبان فما اتصلتش بحد. قمت الصبح اتصلت بعالم الاثار الالماني اللي بيشتغل هناك. كويس. قلت له من فضلك ابعت لي صور التماثيل وصور النقل واشرح لي الموقع. تمام. انا اقول لك يا استاذ تامر انا اشتغلت في المطريه دي اماكن في اوقات كثيره جدا. اي بيت في المطريه تحتيه مقبره. يا سلام. انا بنفسي حفرت مقبرتين منهم مقبره انتاكت يعني لم تلمس بعد. وبعد كده المشكله بتاعه المطريه ان اول ما بتحفر تطلع لك المياه الجوفيه. والاثار تحت المياه الجوفيه ب2 متر. تمام. عشان انا اجي احفر المقبره الثانيه اللي جيت احفرها في المطريه جبت مكنه اصفط الميه. انا بصفط الميه الميه ترجع لان مفيش سويس سيستم، مفيش مشروع اتعمل للمجاري. صح. فبالتالي الميه عايمه في كل مكان هناك. تمام. اجي بقى لسوق الخميس. سوق الخميس ده انا عاصرته من البدايه اللي هم بيشتغلوا فيه البعثه الالمانيه. اشتغلت هناك ليه؟ كانت حكومه بتبني سوبر ماركت وهم بيبنوا سوبر ماركت لقينا اثار فوقفنا السوبر ماركت. تمام. وشكلت بعثه وانا اشتغلت في هذا المكان. تمام. جميع التماثيل وجميع الاثار اللي انا عثرت عليها كلها متكسره. كلها ليه؟ كلها. عثرت على تمثال تحتمس الثالث متكسر، لقيت لوحه الاخناتون بتدل ان اخناتون بنى معبد في المكان ده. ولقيت تمثال رمسيس الثاني الراس في حته والجسم في حته ثانيه. تمام. فقعدنا نشتغل هناك. مشكله طيب الميه. سؤالي يا دكتور زاهي سؤال بسيط. خلينا اكمل واسال انت عايز. طيب اتفضل. الراجل الالماني ده وهو بيحفر على العمق بتاع الميه طلع جزئين من تمثال وما طلعش الاجزاء الثانيه. تمام. الجزء الاولاني عباره عن راس تمثال والجزء الثاني جسم التمثال وزنه 7 طن. في جميع ده بنسميها في علم الاثار يا استاذ تامر سالفج اركيولوجي. ايه هو السالفج اركيولوجي؟ ان احنا بننقذ ما يمكن انقاذه. مفهوم. لو جبت 1000 عامل ونزلتهم في الحفره اللي طلع فيها التمثال عشان يشيلوا الراس مش ممكن لان مش هيقدروا يشيلوها من الميه. مفهوم. في طمي وفي ميه. صح. فالحل الوحيد وده حل انا بتاع اثار يا استاذ تامر حفرت بايدي في كل مكان في الدنيا. تمام. فانا بقول لك شهاده حق لان الناس انت لما تشوف كرين او بلدوزر او بيسموه اللودر اللي بيشيل اللودر بيشيل اثر يا نهار اسود. لا ده لو ما شالش راس التمثال لو ما شالش باللودر مش هتطلع من مكانها. ويوم الاثنين الجاي لما يشيلوا ال7 طن لو ما شالوهاش بالكرين باللودر مش هتتشال نهائي. تمام. احنا عندنا عمال اسمها عمال فنيين. العمال الفنيين دولي بنجيبهم من بلد اسمها قفط. كان في سقاره عيله اسمها عيله الكريتي. دول متخصصين في نقل اي حاجه تقيله. طيب. لما جه الراجل الرئيس العمال عشان يشيل الراس قال لك ما فيش حل تاني غير نعمل لها سبورت بالخشب وبعدين نشيلها باللودر. وعمل كده. نشيلها باللودر ولا بالرفعه يا دكتور؟ بالرفعه انا اسف اللودر هيشيل الجسم الكبير بالرفعه ما اعرفش اسمها ايه. المهم الراس لما طلعت الصور اللي عندي العين جميله جدا والودن اليمنى جميله جدا. الوش مكشوط ليه؟ في نهايه العصر الروماني وبدايه العصر المسيحي كان البعصر في بدايه العصر المسيحي بيعتقدوا ان دي وثنيه. صح. فبيشوهوها بالظبط. عندنا التشويه زي ما عملوا في كتير من المعابد في الاقصر واسوان. يا سلام. بالظبط صحيح. فاذا اللي حصل ده
الراجل عالم الاثار الالماني ده راجل محترم جدا. طيب. واثر على انا والله يا دكتور لو يعني اديتني 30 ثانيه هقول لحضرتك انا بالظبط. انا خلصت. طيب انا بشكرك. انا بالظبط عايز اسال حضرتك رايك في ايه. انا لا معترض على الطريقه بتاعه تطليع التماثيل لان دي فنيه، وانا قلت ان انا لا افتي فيما لا اعلم. صح. ولا انا معترض على انه حتى زي ما السوشيال ميديا بيتكلم ان احنا اللي كسرنا التماثيل واللودر هو اللي ولا الونش اللي كسر كذا، انا بقول لا، وانا عارف معلوماتي ان الحاجات دي كانت متكسره تحت الارض. صح. انا سؤالي لحضرتك مش بقى في فنياتك وانت بتستخرج التماثيل او الاثار، لا، في الطريقه التنظيميه اللي بتستخرج بيها الاثار. لما حضرتك تروح حته زي سوق الخميس في المطريه وبنعمل حاجه المفروض انها اثريه فنيه متخصصه دقيقه، مش هتحط حواليك كده يا دكتور شريط احمر يمين وشمال كذا وكذا وتقول لهم يا جماعه لو سمحتوا بعيدوا من هنا عشان احنا هنشتغل؟ ده بس هو اللي حصل انهم عملوا مؤتمر صحفي. انا معاك 100%. انا دايما ده انا امبارح بسال الدكتور المسؤول اللي هو رئيس البعثه المصريه دكتور عشماوي، فبقول له مين اللي حوالين التمثال دول؟ انا شايف 500 نفر. قال لي ما احنا في سوق. قلت له يعني ايه في سوق؟ طب ما تكلم الحي، كلم المرور. تامر انت كلامك صح. لازم اي موقع، يعني انا اقول لك حاجه، هو الطريقه اللي اتشال بيها التماثيل هم حبوا يعملوا دعايه ضخمه للكشف، فعملوها قدام الصحفيين. انا ما اعملش كده. صح. انا اشيلها وانا اجيب الصحفيين. يعني بيني وبينك انا معاك 100%. الطريقه اللي اعلن بها الموضوع ممكن الله يفتح عليك. انا ليس لي علاقه بالتقنيات، التقنيات بتاعه الاثريين. بس انا عايز اقول لك حاجه، لازم تعرف ان لم يحصل خدش واحد في التمثال. لا انا متاكد الطريقه اللي طلع بيها التمثال طريقه علميه، لكن انا معاك 100%. عارف انا مشكلتي فين يا دكتور؟ مشكلتي أيوه. اللي هو في الهم دايما اللي حضرتك شايله، وهي فكره صورتنا السياحيه والاثريه امام العالم. بس هقول لك حاجه والله. اتفضل. النهارده انا لسه مكلمني من نيويورك تايمز. الدعايه دي نقل التمثيل وهذا الكشف جه في وقته. يعني انت جالك الثلاث مشاهير ومعاهم الكشف ده، عملت دعايه ضخمه. انا يا استاذ تامر وانت عارفني والله لو في خطا والله لا انا عارف، وانت كنت في منتهى الانصاف دلوقتي لما قلت الشغل الفني طلع صح لكن الشغل التنظيمي فيه تقصير. انا معاك 100%. ودي اخطاء على فكره. لهفه الكشف ساعات بتلهي الاثريين عن التنظيم. صح. انا شخصيا كان يهمني كمان طول عمري لازم اعمل التنظيم. صح. عشان كده يمكن عمرك ما سمعت ان احنا طلعنا حاجه وحد انتقدها. فطبعا عدم وجود التنظيم انت عارف انا عارف السبب اللي انا بقوله ده يا دكتور ايه؟ وصلنا لايه؟ ما اعرفش بحضرتك شفت الصور دي ولا، ان الناس خلصوا شغلهم امبارح ومشي، وطبعا الحاجات موجوده في مكانها، الراس بتاعت رمسيس وسيتي في صورتين بقى ما اعرفش حاجه تتابعنا ولا، عيال صغيره ماسكه العجل وعماله تلعب حوالين التمثال، وفي صوره ثانيه انا مش هعرضها لكلب نايم تحت التمثال وبيبول. بس يا استاذ تامر انت بتشتغل جوه منازل، جوه بيوت الناس، الناس حواليك، الاثار تحت المنازل، عمليه انت عارف. انا نفسي تكلم الدكتور خالد العنا وزير الاثار وتروح بنفسك. طيب. هتشوف الموقع بشع. طيب يبقى احنا متفقين يا دكتور ان فنيا لم يحدث خطا، تنظيميا كان فيه مجموعه من الاجراءات لابد ان تتخذ. احنا حضرتك لما بتعدي على كوبري سواء هنا ولا بره وبيبقى فيه اصلاحات بيحط شريطه حمراء كده يقول لك ناسف للازعاج. كلامك مظبوط، بس هذا ما يلغيش الدعايه الضخمه اللي مصر خدتها من هذا الكشف. متفقين، احنا عايزين الدعايه بعد كده تبقى كامله ما يبقاش فيها شائبه واحده. 100%. ربنا يخليك. ان ده درس يعرفوه في المستقبل باذن الله. دكتور زاهي اخيرا ميسي سامحنا؟ والله انا زلت لساني يا استاذ تامر، وانا غصب عني والله احمد موسى بيكلمني فغلطت، لكن والله انا وبعت اعتذار على فكره. انا عارف رجعت الاعتذار ده مهم جدا. انا عارف وأنا طبعا بقول وعملت بيان بالانجليزي في العالم كله وقلت الراجل ده عمل لنا دعايه ليس لها مثيل في الدنيا. صحيح. اكثر من ملك وملكه، وانا بعتذر له وانا غلطان، وانا شفت له الماتش اللي عمله الثاني ده المفروض نعمل له تمثال لانه راجل لاعب كره فز. انا اول مره يا دكتور اسمع عن بركه الفراعنه مش لعنه الفراعنه. الراجل جه هنا شاف الفراعنه جاب 6 جوان. والله كلامك صح حبيبي والله يا دكتور. لعب المقاله على الحته اللي انت قلتها دي. انا بشكرك، انا بشكرك يا دكتور. شكرا جزيلا. ورغم ان طبعا كلنا استأنا من زله اللسان اللي حضرتك عملتها، لكن انا بقول طول الوقت زي ما حضرتك قلت انه الكبار فقط هم الذين يملكون شجاعه الاعتذار،
والاعتذار الواضح، مش فكره بقى اصل انا ما كانش قصدي حقك عليا كذا، لا انا اسف. والدكتور زاهي طلع بيان كامل بعته للمواقع والصحف ولميسي ولفريق العمل المساعد مع ميسي، قال لهم انا اسف، دي زله لسان، انت قيمه كبيره واضفت لمصر اضافه كبيره جدا جدا جدا، بوجودك نحن ممتنون لها، واتمنى انه تكون اخر زلات اللسان لينا جميعا.